أحرق الغرب العالم من أجل أن تحترق روسيا، فاحترق العالم ولم تحترق روسيا. انقلب السحر على الساحر وانطلقت المظاهرات في كبريات العواصم الأوروبية والأمريكية. الشعوب تطالب بالخبز والنفط والغاز الروسي الذي حرموا منه. مظاهرات الجوع كما لو كنا نتحدث عن جمهوريات الموز ودويلات العالم الثالث. فقد الغرب بوصلة القيادة، ضربوا قطاع النفط والغاز وسلاسل الإمداد والعملات الرقمية، وصنعوا أكبر أزمة تضخم وركود عالمية. كل ده عشان يضربوا روسيا والصين، ودلوقتي جه الدور على قطاع الذهب والمعادن. أما قيصر الكريملين فله رأي آخر. الرجل الذي حطم معبد الدولار ودمر نظام القطب الأوحد ومزق النظام العالمي القديم يستعد لدق المسمار الأخير في نعش الدولار الأمريكي. القيصر يعلنها مفاجأة مدوية، عملة جديدة سوف تخرج للعالم مشتركة بين روسيا والصين والهند بديلة للدولار. ماذا يدور في رأس فلاديمير بوتين؟ وكيف يمكن تنفيذ ذلك؟ وكيف مهد بوتين لهذا التحالف؟ وهل فعلا يمكن أن نرى عملة دولية كهذه تكون أقوى من الدولار واليورو؟ وما تأثير ذلك على الدولار الأمريكي جراء تلك الخطوة غير المسبوقة؟ وهل يشهد العام 2024 حرب نهاية العالم بين روسيا والصين معا في مواجهة أمريكا؟ وأخيرا أين مصر من هذه الخطوة؟ كل ده وأكتر اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. حتى تهزم العولمة يجب أن يكون لك نظام عولمة بديل، وروسيا بجانب الصين سعوا إلى تأسيس عولمة بديلة كانت أدواتها تجمع بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون. وفي قمة لم تسمع عنها في الصحافة أو الإعلام في مصر بكل أسف، عقدت قمة بريكس عقب انتهاء منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي. تجمع بريكس يضم روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا، ومصر عضو مراقب في هذا التجمع، وشاركت في هذه القمة بكلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. تجمع بريكس بيعقد في قمة سنوية كانت مصر ضيف شرف تجمع بريكس عقب ثورة 30 يونيو 2013، وتحديدا في قمة الصين سنة 2017 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. بوتين أعلن في قمة بريكس أن التجمع اتفق على إنشاء عملة موحدة بين دول التجمع من أجل أن تصبح عملة احتياطي نقدي بدلاً من الدولار. يعني حنشوف عملة موحدة بين روسيا والصين والهند بجانب العملات الرسمية للدول دي. تجمع بريكس بيضم 40% من سكان العالم و25% من مساحة العالم. أسس التجمع عام 2014 بنكاً جديداً للتنمية وصندوقاً لاحتياطيات الطوارئ، هما نظير وبديل مستقبلي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبدأ بالفعل في تقديم قروض ومشاريع تنمية منذ عام 2016 للدول الناشئة والنامية حول العالم. البنك الخاص بالبريكس هو بنك التنمية الدولي. هذا البنك بدأ في مشاورات مع مصر من أجل تمويل مشاريع إنتاجية ضمن المشاريع القومية المصرية. طيب العملة دي إزاي يكون ليها سند وقيمة في الواقع؟ الحل الوحيد هو أن يكون لها غطاء من الذهب، يعني تكرار فكرة صعود الدولار لما تعهدت أمريكا أواخر الأربعينيات أنه عندها احتياطي من الذهب ينفع يبقى غطاء لطبع الدولار. ولكن بعد كده طبعت فوق 8 تريليون دولار وبقت ديونها فوق 30 تريليون دولار من غير احتياطي من الذهب. هنا روسيا والصين سعوا لتكديس الذهب على مدار 20 سنة. النهاردة الدولتين عندهم احتياطي من الذهب صالح لإنتاج عملة دولية قوية تنافس الدولار واليورو، والدول تقوم بتحويل الاحتياطي النقدي بهذه العملة الروسية الصينية الجديدة. العملة دي مش هتبقى للاحتياطي النقدي واحتياطي العملة الصعبة فقط، ولكن هيبقى متاح تتعامل بيها في أي مكان في العالم زي الدولار واليورو بالظبط. عملة البريكس المستقبلية هتبقى المسمار الأخير في نعش الدولار الأمريكي اللي هيتحول إلى عملة محلية في أمريكا وبس، وده مش عشان روسيا ولكن علشان الصين.
فبكين هي أهم ضامن اقتصادي النهاردة بعد انهيار الاقتصاد الغربي سواء أمريكا أو أوروبا، على ضوء العقوبات الغربية على روسيا واللي ارتدت في صدر من صنعها في الغرب. ألمانيا والنمسا وهولندا عادوا إلى عصر الفحم، إلى القرن 18. المصانع مهددة بالتوقف في ألمانيا، المظاهرات تشتعل في إسبانيا، والائتلاف الحاكم في إيطاليا يترنح على وقع الأزمة الاقتصادية مع الهزائم الانتخابية التي يتعرض لها بوريس جونسون في بريطانيا وإيمانويل ماكرون في فرنسا، بينما الحزب الديمقراطي يناقش علناً فكرة تنحيد جو بايدن على الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتحالف الحاكم في ألمانيا بيعيش خلافات غير مسبوقة. النظام العالمي بينهار بالمعنى الحرفي للكلمة. الغرب حرفياً يترنح أمام العقوبات الغربية التي ظن أنها سوف تضرب روسيا ولكنها ضربت التجمع الغربي. العالم سوف يبحث عن عملة جديدة، وهنا سوف تقوم عملة البريكس بهذا الدور، خصوصاً أنه مش كل الدول قادرة على شراء الذهب أو تصنيعه أو تدشين منصة للذهب ومصفاه لخام الذهب زي ما مصر بتعمل. عملة البريكس هتنقذ الدول الصغيرة اللي الغرب بيسعى لإسقاطها زي ما حصل مع سريلانكا. تجمع البريكس مش هيتوقف عند صندوق للنقد الدولي وبنك دولي وعملة خاصة به، ولكن الترتيب المقبل هو حلف عسكري على غرار الناتو، يبقى بين الصين والهند وروسيا، وده مش عشان حرب أوكرانيا اللي روسيا حسمتها خلاص، وزي ما حضراتكم شايفين بعد ما كان إعلام الغرب في الأيام الأولى للحرب نصب رئيس أوكرانيا أيقونة ثورية والمقاومة الأوكرانية ملحمة للثبات والتحدي. النهاردة الإعلام الغربي نفسه بقى بيتهكم على بعض أخبار الرئيس الأوكراني وبيطلبوا بالتنازل عن أرضه في مقابل إنهاء الحرب، ولكن الجيش الجديد هيبقى علشان حروب شرق آسيا، معركة جديدة من أجل أن تسيطر روسيا والصين على المحيط الهادئ والمحيط الهندي وطرد الولايات المتحدة وبريطانيا من هذه الدوائر، استعداداً لاجتياح الصين لتايوان وعودة الجزيرة المنشقة للوطن الصيني الأم. ولكن خطوة السيطرة على المحيطات القريبة من أمريكا لن تحدث قبل حسم روسيا للحرب الأوكرانية خلال العام الجاري وطرح عملة بريكس وسيطرتها على سوق العملات الصعبة وسلة العملات الأجنبية، لتبدأ في عام 2024 حرب المحيطات وحسم المعركة الكونية بين الشرق والغرب حيث تحارب جيوش روسيا والصين معا. أما مصر فإنها جزء من مجموعة بريكس ولكنها ليست عضوة فيه، وبالتالي يحق لها استخدام عملة بريكس، ولكن سياسات مصر ليست مع الرهان على طرف دولي وعدم التعاون مع أطراف أخرى. مصر ودعت مرحلة إنها تبقى تابعة لمحور على حساب محور. مصر محور في حد ذاته، إحنا هنستفيد من البريكس عن طريق قدرات روسيا والصين والهند في تقديم استثمارات أجنبية، أما الاحتياطي المصري فهيفضل زي ما هو، جزء كبير منه بالدولار وجزء كبير منه آخر بالذهب، إضافة إلى امتلاكنا حصة من العملات الأجنبية الأخرى زي اليورو والروبل واليوان والين، فإن الدولة المصرية حريصة أيضا على أن يكون لديها حصة من عملة بريكس فور طرحها، ولكن مش هنغير الاحتياطي بالكامل لعملة معينة. التنوع في الاحتياطي النقدي هو الأصح، والأولوية للدولة المصرية في الذهب وليس في العملات الورقية، خوفا من هزائم لكل المعسكرات دفعة واحدة أو انهيار جماعي للدول الكبرى. لقد انتهى العالم الذي كنا نعرفه، وذلك على وقع الحرب الأوكرانية، واليوم نشهد فعاليات ميلاد نظام عالمي جديد تسوده روسيا والصين، وتحاول أوروبا التخلص من بيت الطاعة الأمريكي واللحاق بالنظام العالمي الجديد لتصبح أمريكا هي القتيل الوحيد وعملتها واقتصادها هو الغريق الوحيد في لعبة قرأت مصر واستشرفت تفاصيلها واستعدت لها منذ سنوات، فلا جوع ولا نقص في الطاقة أو العملة الصعبة في مصر طيلة تلك السنوات الصعبة إلى حين ظهور ملامح نهائية وحاسمة للنظام العالمي الجديد. تلك هي قصة عملة البريكس الجديدة، العملة التي سوف تعيد الدولار الأمريكي مجرد عملة محلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. حفظ الله مصر
وجعلها كما تستحق، أمة عظمى بين الأمم.